الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدينا، مشاهدي مرآة العقيدة وراية الأحرار، ونحن نلتقيكم من داخل الصحن الحسيني وبالقرب من ضريح سيدي ومولاي روحي لتراب مقدمه الفداء الإمام الحسين عليه السلام، في ذكرى سعيدة وبهيجة على قلوب جميع المسلمين. هذه الذكرى ألا وهي ولادة يعسوب الدين وإمام المتقين الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. بهذه الذكرى الميمونة وبهذه الولادة العطرة نبعث ونرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعترته من أهل بيته، وخاصة لصاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وكذلك إلى العالم الإسلامي أجمع وخاصة الشعب العراقي، وإلى مراجعنا العظام بهذه الذكرى الميمونة. نحن معاكم اليوم من داخل الصحن الحسيني المبارك لننقل لكم التهاني والتبريكات لموالي أهل البيت عليهم السلام، فكونوا معنا في هذه التغطية. السلام عليكم، حياكم الله. أول شيء نحب نبارككم بولادة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الذكرى العطرة. شو تحب تقدم التهاني لمن؟ أقدم تهاني للشعب العراقي والمرجعية العليا سيدي علي السيستاني دام الله ظله الكريم، ونباركه بولادة سيدي ومولاي علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. عليه السلام. أبو من وين؟ حامد من السويد، زائر يعني مغترب جاي للعراق. موفقين ان شاء الله، ان شاء الله تقبل الله الزياره. اليوم شوف هاي الاجواء يعني الايمانيه العطره، شلون شفت هذا يعني المناسبه، وشلون مجيئك الى كربلاء شلون شفتها؟ والله انا بالبدايه مجيئي كان لحضره امير المؤمنين زرنا كملنا، هسه اتجهنا الى مرقد الامام الحسين سلام الله عليه. حلو يعني، فشي يعني شو ما ينوصف يا اخي، يعني شو ما اقول لك يا يعني ما ينوصف، يعني وصف ايش قد ما نوصفه هو قليل. موفقين ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. احنا دوام الزياره، وان شاء الله تتوفق في ما نقول في العام، ان شاء الله كل فرصه تجيك تسحلك ان شاء الله تكون احد الزائرين، وان شاء الله من موالين امير المؤمنين عليه السلام. احنا بهذه المناسبه ارتأت الامانه العامه للعتبه الحسينيه من خلال قناه كربلاء تلتقي بالزائرين وتقدم لهم التهنئة، بالإضافة إلى عندنا مجموعة أسئلة بسيطة نطرحها، وإن شاء الله تأخذ هدية ومن كرامة الإمام الحسين عليه السلام. سؤال أقول يعني الإمام علي عليه السلام معروف بعبادته، فالسؤال نقول كم ركعة كان يصلي الإمام علي عليه السلام في كل يعني في كل ليلة كم ركعة كان يقضيها؟ فعندنا خيارين، عندك 100 ركعة وعندك 1000 ركعة، فشنو تختار اي خيار؟ فهو اكيد 1000 ركعة. هسه لو تقول لي 1000000 ركعة ما اقول لك 1000000 ركعة. اكيد امير المؤمنين معروف عباداته، معروف صلاته. موفقين ان شاء الله استاذ حامد. اشكرك. وهذه هي كرامه سيدي ومولاي الامام. شكرا جزيلا. ولا تنسى يعني نتمنى الامن والامان لهذا الشعب ان شاء الله، وللبلد ولكل الطيبين وللزوار. موفقين، شكرا. اشكرك. شكرا. يا حامل جار كرار بارين اختارك، شرفت البيت والبيت مهدك يتبارك علي يا علي. نعم مشاهدينا الأكارم، متواصلين إياكم في هذه الجولة من داخل الأمانة العامة للعتبة الحسينية ومن حرم سيدي ومولاي الإمام الحسين لتلقي التهاني بالذكرى الولادة الميمونة. السلام عليكم، حياكم الله أستاذ، وذكرى ميمونة عطرة بولادة أمير المؤمنين ويعسوب الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية وإلى مراجعنا العظام سيما سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله الوارف، وإلى شيعة ومحبي أهل البيت، وإلى كل خدام العتبات المقدسة
في العراق وخارج العراق ان شاء الله. احسنتم ان شاء الله، ان شاء الله ولاده عطره عليكم ان شاء الله. احنا بهذه الولاده ارتأت الامان العام للعتبة الحسينيه المقدسه من خلال قناه كربلاء، بنقدم بعض التهاني وبعض البركات الامام الحسين عليه السلام. عندنا سؤال بسيط يعني طرحه على حضرتكم، من الشخص الذي اخر اخو العفو الامام علي عليه السلام في يوم المؤاخاه؟ رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، وإذا أمكن الأخوة يسلمون هدية بلا زحمة. أحسنتم مولانا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم، وهذا الشيء بسيط مقدم من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وممتنين لمشاركتك. ممنون، شكرا لك. شكرا، نشوف بعض الزائرين الأخوة، تفضلوا يانا. شكرا لك سيد، ممنون. نعم مشاهدينا متواصلين معاكم في هذه الجولة، السلام عليكم، حياكم الله، شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. الاسم بالخير، من وين؟ حسين من البصرة. خلينا نقدم هنا بلا زحمة عليك، حياكم الله. الأخ رسول من البصرة، حياكم الله، أهلا وسهلا، شرفتونا. أول شيء نحب نقدمكم التهاني بذكرى الولادة الميمونة العطرة للأمير المؤمنين عليه السلام. تهاني لمن تبعثها بهذه المناسبة؟ والله إلى أمة محمد أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. عندنا مجموعة من الأسئلة، قدم هذه الأسئلة من قناة كربلاء. السؤال يقول: ما هو الحصن المشهور الذي فتحه أمير المؤمنين عليه السلام؟ عندنا خيارين حتى ما نصعبها على حضرتك، هو حصن سدوس وخيبر، فشو تقول إن شاء الله؟ خيبر إن شاء الله. متأكد إن شاء الله؟ موفقين، إجابة صحيحة. وكذلك نطرح السؤال على الأخ هماتين من البصرة، جايين اليوم إن شاء الله زيارة، موفقين إن شاء الله، وأكيد ما تنسونا في الدعاء إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله. إحنا عندنا سؤال يقول: من ألقاب الإمام علي عليه السلام عندنا خيارين نعطيك إياهم، الصادق الأمين وقائد الغر المحجلين. قائد الغر المحجلين. ثبت إن شاء الله. إن شاء الله. موفقين، ونعم إجابة صحيحة، نعم أحد ألقاب الإمام علي عليه السلام هو قائد الغر المحجلين. وهذه هدية لحضرتكم مقدمة أمان العام للعتبة الحسينية، وممنون المشاركة، لا تنسونا بالدعاء. شكرا لكم، شكرا، ممنونين. يا حامل جار كرار باري نختارك، شرفت البيت والبيت مهدك يتبارك علي. السلام عليكم حجينا. عليكم السلام، حياكم الله ورحمة الله وبركاته. أول شيء نبارككم بولادة أمير المؤمنين، سلام الله عليكم. أهلا بك وبين ناشرين الحق والعدالة. الله يسلمك، تزيد الشكر. ما تحب تقدم التهاني بهذه المناسبة العطرة؟ هذه التهاني أولا لعامة الإنسانية، لأن الإمام علي من ظهر وولد في الكعبة أعطى كل نواة في الإسلام، أعطى كل حرية للإسلام، أعطى كل مفهوم للإسلام. الإمام علي شعاع منتشر على الكرة الأرضية إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله اللي يحب الشيعة واللي يحب كل شيء هو يكون شرف فيه، إلي شرف ولكل العالم شرف. إن شاء الله جعلنا وياكم من الموالين والمحبين ونائلين شفاعة إن شاء الله، إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. حجينا أبو من؟ أبو رحمن. هسه وياك أبو هنا بهاي مال الشرف فيك حجينا أبو رحمن. أبو رحمن عندنا سؤال حضرتك. نعم. قول: من أشهر قادة جيوش الإمام علي عليه السلام؟ ايه؟ فعندنا خيارين إليك. نعم. أما الصحابي أبو ذر الغفاري. نعم. وأما الصحابي مالك الأشتر. فأنت شو تقول جوابك؟ أنا اللي أقول اللي دفعه من ناكل بهذه الصحراء هو نال السعادة، هو وبته، تعرف قصته طبعا. أكيد. هو وبته قالهم أنتم اخرجوا خارج قبل. من أشهر قادة جيوش من هو؟ من هو بالنسبة للإمام علي؟ نعم مالك الأشتر وأبو إبراهيم. وإجابة صحيحة إن شاء الله، وهذه الهدية نقدمها للعتبة. اللهم أحفظكم جزيل الشكر. نعم مشاهدينا الكرام، أكيد يعني هذا ما يسمح به هذه التغطية وهذه الجولة، وإن شاء الله جولات قادمة وياكم. إلى الملتقى.